الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا، وبسر نور أبي الهدى. إني أحب محمدا والحب منك فإن بدا، ربي فزده مجددا. صلي وسلم سيدي ما لاح ذكر محمدي في قلب كل موحدي ذاق المقام الأحمدي. وبعد، مشاهدين الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية أن الصيام صلة بين العبد وربه، كذلك الإنسان صلة بين الإنسان والإنسان. الصيام صلة بين المسلم وغير المسلم، الصيام صلة بين الغني والفقير، الصيام صلة بين الطائع والعاصي. ما هي مظاهر هذه الصلة؟ إذا أتينا في رمضان فإننا نقول أن موائد الرحمن تملأ الطرقات، وأن المساجد وأهل الخيرات يأخذون في أعمال الخير ليل نهار. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان أجود في الخير من الريح المرسلة. عارف الريح لما تيجي هبة كده؟ أهو سيدنا النبي كان أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. عشان كده سيدنا النبي قال في الحديث اللي قلناه في الأول: وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فنلاقي في رمضان موائد الرحمن تتفاجأ أن بيشترك فيها المسلم والمسيحي، بل ربما يدفع فيها المسلم وغير المسلم، وربما يأكل فيها المسلم وغير المسلم. تلاقي المؤسسات، الجمعيات، الأعمال الخيرية، إيه اللي بيحصل؟ موائد تمتد لتصل الإنسان بالإنسان، ثم لتصل الإنسان بالرحمن. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للمسلمين وحدهم، أو للمؤمنين وحدهم، أو للمحسنين وحدهم، وإنما خاطبه ربه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين كل ما سوى الله: الإنس عالم، الطير عالم، الجن عالم، الحيوان عالم، النبات عالم، الشجر عالم، الحجر عالم، المدر عالم. كل هذه العوالم كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فيأتي رمضان ليربط المسلمين، الفقير مع الغني، الكبير مع الصغير، المسلم مع المسيحي، اللي معدي في الطريق يخش ياكل، اللي عايز يدفع ويساعد يدفع ويساعد. ده على المستوى العام. وعلى المستوى الخاص تلاقي الصلة في الترابط الأسري، صلة الأرحام. تلاقي الابن بيفطر مع أمه، الأولاد بيفطروا مع أبوهم، العيلة بتتجمع إما على الإفطار وإما على الصحيح. عشان كده حتى كل الرسائل الإعلامية اللي تخرج يقولهم رمضان بيجمعنا. رمضان بيجمعنا، ما يفرقناش، يجمعنا على الطاعة لكن يفرقنا على المعصية. نتجمع علشان نفطر سوا ونقيم الليل سوا ونصلي التراويح سوا، نتجمع علشان نصلي الفجر وقبل الفجر نتصحر سوا. إذا نظرنا إلى هذه المعاني من التآلف والتراحم والخيرات والعطايا التي تمنح في شهر رمضان، عشان كده الناس يقولوا إيه؟ رمضان كريم. وهم بيعيدوا على بعض، يقولوا رمضان كريم، فيرد الآخر يقول له إيه؟ الله أكرم أو الله كريم. ليه؟ إيه فكرة الصيغة دي؟ الصيغة هذه صلة الكرم التي تصف الخلق بما اتصف به الحق، لأن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى أنه الكريم. فلما يقوم ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على العباد في شهر فيبقى اسمه شهر الكرم، ويقوم يتجلى على الخلق بوصف فيبقى فيهم وصف الكرم. فتلاقي الناس بتطلع الصدقات وبتطلع الزكوات وبيطلعوا الإفطار وبيطلعوا شنط رمضان وبيطلعوا كراتين رمضان وعاملين موائد رمضان. لماذا؟ صلة بين الإنسان والإنسان، صلة بين الأب وأبنائه، صلة بين الأم وبناتها، صلة بين الأسر، صلة بين الجيران، صلة بين الأقارب، يؤهلك لمعرفة الحق
الحق سبحانه وتعالى في أرحامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بعرش الرحمن، تنادي من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فإذا اتصلت في الأرض اتصلت بالسماء، وإذا جبرت في الأرض جبرت في السماء. فكلما تتصل بأرحامك كلما يصلك الحق سبحانه وتعالى، كلما جبرت بخواطر الناس كلما جبر بخاطرك الحق سبحانه وتعالى، كلما أكرمت الناس كلما أكرمك الحق سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما تصل في الأرض على قدر ما يصلك من السماء، على قدر ما تعطي على قدر ما تعطى، على قدر ما تعطي على قدر ما تعطى، على قدر ما تكرم على قدر ما تكرم، على قدر ما تدخل على الناس من الرحمات والبركات وجبر الخواطر، على قدر ما يكون لك من الصلة الحقيقية التي تؤهلك لمعرفة الحق سبحانه وتعالى. ولذلك للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، هؤلاء يفرحون بإفطارهم، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قوم نهاية صومهم غروب شمسهم، وقوم نهاية صومهم لقاء ربهم. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الصيام صلة بين العبد وربه، وصلة بين الإنسان والإنسان، وصلة بين الإنسان والبنيان، وصلة بين الإنسان والأزمان، يجعلك من داخلك متأهلا لتلقى أنوار الحق سبحانه وتعالى في حركاتك وفي سكناتك، لتحيا بها إلى رمضان الذي يليه. رزقنا الله وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأمدنا وإياكم بمدد رسول الله دنيا وأخرى. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.